بالشفاء. ربنا يكرمك يا رب. نطلب الفجر انقل نزلنا على طول هيرتب على طول هيرتب على طول هو بيرتب لوحده؟ خلاص الله يسلمك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأعنا على ما أقمتنا فيه، وأعنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك، وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وآل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا وسائر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن في آخر جزء ملحق بموضوع اللقيط، واللقيط هو الطفل الملتقط في بلاد المسلمين أو أي بلد كان لا يعلم له أهل. تكلمنا عن أحكامه وكيف ينفق عليه وكيف يربى، وكيف أنه يجب أخذه ويجب تربيته، وأن ماله إن كان معه مال فمنه ولكن بإذن الحاكم، وأنه يجب الإشهاد، وإن لم يكن له مال فماله من بيت مال المسلمين الذي ينفق عليه، وأنه لا يقر إلا بيد أمين حر مسلم حتى نطمئن أنه ينشأ تنشئة صالحة، وأن يكون هذا المسلم رشيد، فلا يقبل التقاط الصبي للطفل، ولكن لابد أن يكون رشيدا. وانتهينا من هذا يوم الاثنين الماضي. اليوم تتم دين هذا الطفل، يبقى ايه؟ دي برضو أزمة، مشكلة، يعني ما نعرفش دينه، التقطناه في بلد من بلاد المسلمين دينه يبقى مسلم، لو التقطناه في بلد من بلاد الكفار هل دينه يبقى مع المسلمين ولا دينه تبع البلد اللي هو التقط منها؟ ولا نخيره لما يميز؟ دي مسألة ناقشها الفقهاء، فدي هي دي اللي تتم اللي زادها الإمام البيجوري في هذه المسألة. فيقول: اللقيط في دار الإسلام أو ما ألحق بها مسلم. يبقى لو لقينا لقيط في دار الإسلام
حتى ولو فيها غير مسلمين طالما الدار دار إسلام، زي بلاد مصر مثلا، زي بلاد ليبيا، زي بلاد الجزائر، زي أي بلد من بلاد المسلمين، سوريا غيره، وإن كان في طوائف ديان أخرى بس اسمها بلاد مسلمين. وما ألحق بها يعني لو كانت بلاد غير مسلمة إلا أنها بينها وبين المسلمين معاهدات، والمسلمين رايحين جايين فيه، ليهم تجارات وليهم مشاريع وليهم بيوت. فيبقى إذا وجد هذا الطفل في بلد من بلاد المسلمين أو فيما ألحق بها، يعني مما يرتاد المسلمين وينتقلون فيه، يبقى مسلم تبعا للدار، يبقى الطفل ده ينشأ ويكبر على انه مسلم تبعا للدار، كويس. الا ان اقام كافر بينه، امتى بقى يبقى نلاقيه في بلاد المسلمين ويطلعش مسلم ويطلع كافر؟ لو واحد من الكفار جاب بينا ان الطفل ده تبعه، قالنا واحد مسيحي، واحنا في مصر عندنا مسيحيين، في مصر عندنا ملاحده، وفي مصر عندنا الوقت كمان الجماعة اللي هم اللي بيسموا نفسهم بهائيين، واخد بالك، وأي حاجة بقى الحاجات اللي هي كل دين يخالف دين الإسلام اسمه كفر، كويس. فأي واحد له دين يخالف دين الإسلام اسمه عند المسلمين إيه؟ كافر. يبقى المسلمين عندهم ما هو الكفر؟ هو كل ما خالف دين الإسلام، ده تعريف الكفر. فلو واحد كافر يعني غير مسلم أقام بينا إن الطفل ده تبعه وإن ده ابنه، أو يعني ابن أخيه أو صديقه أو شيء من هذا، وجاب بينا، القاضي يحكم له إنه يبقى تبع دينهم، واضح؟ إلا إن أقام كافر بينا بنسبه فيتبعه في النسب والدين، طالما جاب بينا بنسبه يتبعه النسب والدين. يعني افرض ان الطفل ده تاه من ابوه وامه المسيحيين، طفل صغير نسيوه، فخدته دار ايتام التقطوه وخدوه ودول ناس يربيه على ان الولد يطلع مسلم، ودول الجماعه دول بلغوا عنه وقعدوا يبحثوا، فين لما عرفوه انه موجود في هذه الدار وجابوا بينه بعلامه فيه وباسمه بشهاده ميلاد وبعقد زواج، كل ده بينات، وعملنا فصيل الدم لقيناه انه مطابق وكل الحاجات دي، خلاص ياخدوه ويبقى هو تبعهم بقى، خلاص نسبا ودينا، يتبعهم نسبا ويتبعهم دينا لانه اقاموا بينا، فيكون كافرا تبعا له، تبعا للكافر اللي هو اقام البينه دي، بخلاف ما اذا استلحقه بلا بينه، ما ينفعش يقول ده من العيله او ده شبهنا، ده ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها كده. يبقى لو استلحقه بلا بينة ما ينفعش، بخلاف ما إذا استلحقه بلا بينة لأنه قد حكم بإسلامه تبعا لدار الإسلام أو ما ألحق به. إيه هي ما ألحق بها بقى؟ وهي دار الكفر التي بها مسلم يمكن كونه منه، يعني الوقت أوروبا كلها فيها مسلمين بقت ألحقت ببلاد المسلمين، لو لقينا طفل في أوروبا ربما يكون الطفل ده ابن أحد المسلمين فيحكم بإيه؟ بإسلام، كويس. يبقى كل بلد كافر ألحق ببلاد المسلمين هو البلد الكافر الذي فيه ولو مسلم واحد، لأن يحتمل أن الطفل ده يبقى ينتسب له، واضح؟ وإن كان احتمال ضعيف، إلا أن تقوم بينة من أهل البلد أنه ده مش تبع هذا المسلم، واضح؟ أو ما ألحق بها وهي دار الكفر التي بها مسلم يمكن كونه منه ولو أسيرا منتشر. يعني أسير منتشر؟ يعني أسير عايش في بلاد الكفار، مسلم أسير ممنوع من السفر، يعني له أن يتحرك في الدولة دي لكن ممنوع يسافر، ليس مو أسير منتشر اللي هو محدد الإقامة أو الممنوع من السفر، يسموه إيه؟ أسير منتشر. منتشر يعني يسافر زي ما هو عايز، يقعد في اي بلد داخل اطار الدوله، لكن ما ينفعش يركب طياره وينتقل لدوله اخرى، واخد بالك. يبقى ده ايه؟ اسمه الاسير المنتشر. ويبقى هنا في الحاله دي
دار الكفر دي فيها مسلم يمكن كونه منه ولو كان هذا المسلم أسيرا منتشرا أو تاجرا، تاجر كل فترة يروح البلد دي يجيب بضاعة وينزل على بلاد المسلمين، يبقى يدخل الصين. ناس كتير تروح الصين تجيب بضاعة الوقت مسلمين ويجوا، يبقى لو لقينا طفل في الصين يبقى ده ألحق به، خدت بالك ازاي؟ وهكذا. ولو أسيرا منتشرا أو تاجرا ولا يكفي اجتيازه بدار الكفر، ما يكفيش ان المسلم ده نزل ترانزيت وركب تاني، لا ما نحكمش بقى بإسلامه. واضح؟ يعني لو نزل ترانزيت مسلم وعدى وما فيش ولا مسلم في البلد دي ولقينا فيها طفل يبقى تابع للدار، دار كفار يبقى كافر. واضح؟ لكن يبقى احنا ايه، ما يكفيش اجتيازه بدار الكفر، يعني ينزل فيها نزول مؤقت ايه ساعة اتنين تلاتة ويركب طيارة ويتنقل، ده ما يكفيش. ولا يكفي اجتيازه بدار الكفر بخلافه بدار الإسلام. لكن لو كان المسلم ده اجتاز دار الإسلام، اجتاز دار الإسلام بس، فنفس الحكاية هنحكم بإيه؟ بإسلامه، لأنه تبعا للدار، فإنه يكفي اجتيازه بها لحرمتها. ولو وجد اللقيط بدار الكفر التي لا مسلم بها، ما فيهاش بقى مسلم من هذا النوع ولا هي ملحقة، طبعا في زماننا ده ما فيش هذه الدار لأن المسلمين انتشروا في بقاع الأرض، هات لي بلد كده ما فيهاش مسلم نادر، يعني مش عارفين. احنا عايزين ناس تقعد تعمل أبحاث ونبلغ جميع السفارات ونشوف هل في فعلا بلد ما فيهاش مسلم، على أي حال لو فرض إن هذه البلد موجودة. ولو وجد اللقيط بدار الكفر التي لا مسلم بها فهو كافر. خلاص ادي عرفنا الحكم باعتبار الدار، نخش في موضوع جديد. ويحكم بإسلام صبي أو مجنون غير لقيط تبعا لأحد أصوله. وفي وسيلة ثانية نعرف دين الطفل، اللينا ما نعرفش مين أبوه المباشر، لكن عارفين أنه من العيلة الفلانية، لكن مش عارفين أبوه المباشر، يبقى باعتبار أصولي. إذا كانت أصوله مسلمة يبقى مسلم، كويس؟ أو مجنون، لو واحد مجنون برضو صبي أو كبير، حتى راجل كبير لكنه مجنون، تيجي تسأله ما يعرفش حاجة، فقد عقل، نشوف أصوله إيه ونحكم بإسلامه تبعا لأصوله. يبقى ممكن يبقى تبعا للدار أو تبعا للأصول. واضح؟ يبقى الإسلام يحكم بتبع للدار أو تبع للأصل. ويحكم بإسلام صبي أو مجنون غير لقيط تبعا لأحد أصوله. هنا غير لقيط يعني صبي موجود بيتربى في أسرة، أبوه مش موجود لكن العيلة اللي هي اللي بتربيه، طالع زي عيلته وخلاص. أو مجنون غير لقيط كذلك، المجنون ده ما ملوش دين مش مكلف، لكن طب افرض مات نعمل فيه، نعامله معاملة المسلمين، نورثه ونورث منه ولا ما نورث، لأن من موانع الإرث اختلاف الدين، واخد بالك؟ فنعامله معاملة المسلم، المجنون نعامله معاملة المسلم طالما أصوله يعني أباء وأجداد وأخواته مسلمين، خلاص يبقى مسلم، هو مجنون كده ملوش دين. هو لو مجنون في بيئة مسيحية بيئة كافر خلاص تبع الأصول، عايش في وسطهم تبعهم، حتى لو مات يتحكم يحكم على أنهم هم اللي يورثوه قرايبه، خلاص تبع لأصوله. أو مجنون غير لقيط تبعا لأحد أصوله ولو من قبل الأم، ولو كانت الأصول دي من قبل الأم، افرض ما نعرفش أصوله من قبل الأب، زي أولاد الزنا، نعرفش، نعرف أمه لكن ما نعرفش أبوه، زي كل أوروبا معظم 90% من أوروبا كده أولاد زنا، واخد بالك؟ وأمريكا نفس الحكاية كلهم أولاد زنا، فيبقى يحكم تبع لأمه، كويس؟ طبعا لأحد أصوله ولو من قبل الأم وإن كان ميتا بشرط أن ينسب إليه عادة كأبي القبيلة التي اشتهرت به، يعني لازم يبقى نسوب لعيلة مشهورة،
يقول لك ده مثلا من عيلة، يعني احنا عيلتنا مثلا مشهورة في بلدنا عيلة قاسم، قاسم ده الجد ال 15 بس اسمهم الأواسمة، واخد بالك ازاي؟ خلاص ده معروف ده من ولاد الأواسمة، خلاص اسم قبيلة قديمة تمشي، أو ده قرشي أو ده مضري، واخد بالك؟ المهم إيه، مش شرط يعني، بشرط أن ينسب إليه عادة كأبي القبيلة التي اشتهرت به. ما نقولش بقى ابن آدم، ابن آدم سيدنا آدم مسلم نبي، فنقول له عشان ده ابن آدم يبقى مسلم، لا، لأنه ده بعيد، ده بعيد، احنا عايزين القبيلة القريبة، واضح؟ لا كأبينا آدم عليه السلام، وإلا لحكم على الناس جميعا بالإسلام، مش كده برضو؟ يبقى لازم القبيلة القريبة. ولو زنى مسلم بذمية فأتت بولد فهو كافر تبعا لأمه. لو مسلم زنى بذمية، الذمية دي ولدت ابن زنا، ما الزنا لا نسب له، ما ينسبش لأبوه لأنه مش بعقد. اللي بيخليك تتنسب لأبوك إيه؟ العقد. حتى لو هو الوحيد اللي زنى بيها؟ حتى لو هو الوحيد، ما فيش نسب إلا بعقد، عقد الزواج هو اللي بيعمل النسب، من غير عقد الزواج ما فيش نسب، ما يبقاش ابنك. درجة الإمام الشافعي أجاز أن يتزوج بابنته من الزنا لأنها مش بنته، قالك دي مش بنته، دي أجنبية عنه. وخلفوا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك في المسألة، قالوا لا برضو ما يتجوزهاش. الإمام الشافعي قال إنه ما الزنا لا حرمة له ولا يثبت به نسب، والزواج يحرم بالنسب، وهنا ما فيش نسب، أحرمها إزاي؟ خد بالك ده رأي الإمام الشافعي. كنت أنا إيه، هو رأي لطيف من حيث الدليل، لكن من حيث العمل الواحد ما يستسغوش، واخد بالك؟ والخروج من الخلاف مستحب، لكن دي مناقشة، مجرد مناقشة، إنه النسب لا يثبت إلا بالعقد، مش يثبت بقى إيه بإننا نعمل الجينوم ويقول لك نشوف، زي ما كان في قضايا نسب كده عملوها وأثروها، وقال لك ناخد نشوف الدم، عينة الدم، وهل ده فعلا ابنه ولا لأ، وناخد الجينوم البشري بتاعه ونشوفه، طالما حتى لو ثبت ان ده مطابق وما فيش عقد يبقى مش ابنه، لان لا تثبت البنوة في الشرع الشريف عندنا الا بالعقد بالاجماع. حتى لو اعترف انه اللي هو زنى به ما يبقاش ابنه الا بالعقد. يعني لو زنى بامرأة فحملت فعقد عليها وهي حامل علشان ينسب اللي في بطنها، فوضعت الطفل قبل 6 أشهر لا ينسب له برغم انه عقد عليه، لكن لو وضعته بعد 6 أشهر فأكثر ينسب له، واضح؟ كل دي قضايا معروفة عند المسلمين ومحسومة وانتهت. إنما المعاصرين فاهمين إن العقد بيثبت بالمني، إن ده مني فلان يبقى ده ابنه، لا مش ابنه، لازم في عقد، لأن ماء الزنا لا يثبت به نسب، واضح؟ فهنا المسألة، مسلم زنى، زنى ما قالش عقد، زنى بذمية فأنجب الطفل، الطفل يطلع دينه تبع مين؟ تبع أمه، لأنه ملوش نسب من جهة الأب. على لو بعقد كان يطلع مسلم تبع أبوه، لكن ده نازل من غير أب، واضح؟ أي عقد ولو شبهة عقد، ولو عقد غير صحيح، لكن ما في شبهة عقد يثبت النسب بشبهة العقد. الورق دي يثبت بها النسب، أي شبهة لمصلحة الطفل، مراعاة لمصلحة الطفل. خلاص هيطلع مسلم تبع أمه، هو هيطلع مسلم تبع أمه، لو بعقد ينسب لأبيه بقى، يبقى فلان ابن فلان ابن أبوه، هنا هيبقى ابن أمه. طب وفين أبوه؟ ما نعرفوش. يجي واحد يقول لك ده أنا الوحيد اللي كنت بزني بيه، ما تعرفش حد غيري، أنا عايزه يبقى ابني، نقول له متأسفين ما فيش عقد، لازم تعقد عليه عشان يبقى ينسب لي. ولو جاب 100 شاهد لازم يبقى في عقد، لو طلع بقى ورقة ننسبها، بس بتاريخ قبل ولادة الصبي ب 6 أشهر، واضح؟ لو عقد لفظي،
ما ينفعش اللفظي. اللفظي يجيب شهود بقى عليه، لان كان في عقد لفظي. كان في قضيه من السنه ديت اللي الممثل ده، ما هو غلطانين، يقول لك هنعمل الجينوم ومش عارف، جهل. وعشان كده اعتقد اعترض عليهم، اعترض عليهم كثير من ايه، من فقهاء القانون المصري، قالوا ان كده كلام فارغ. بس القضاء في الاخر نسب، نسبوا ليه، لان طلعت لهم ورق، طلعت لهم ورق، واخد بالك ازاي، فاعتبروه زواج عرفي فنسبوه، مش نسبوه علشان بقى ايه التحليل، لا، عشان طلعت لهم ورق. لو ما لقيتش الورقه دي ما كانوش يسوا. هو في الاول اعترض، ده مش غير مسجل في الحكومة، يجيب شهود، ما يجراش حاجة، زي العقد العرفي، نسميه زواج عرفي يعني غير مسجل، يثبت به النسب ولكن لا يتم فيه التوارث. يبقى العقد العرفي يتم به النسب ولا يثبت به التوارث. واضح؟ صح مع الاسم، صح العقد مع الاسم. لا، ليس كل زواج عرفي آثم صاحبه، قد يكون عرفي يعني مستوفي للشروط لكنه ما سجلوش، يعني في والي وفي شهود وتزوجها بفرح وكل حاجة لكن ما جابش مأذون، وكل الناس عارفين مراد ده زواج صحيح ولا إثم فيه، لكن من الناحية القضائية عرفي لأنه ما تثبتش. لكن الزواج العرفي اللي يأثم لما يتزوج بغير والي ويجيب شهود، تقول له زوجتك نفسي قدام اتنين شهود كده ظلم تحية من ورا ابوها، ده زواج عرفي، ده آثم، يثبت به النسب ولا يثبت به الايه الارث. واضح؟ فهمت الحكاية؟ يلا، يبقى هنا خد بالك، ولو زنى مسلم بذمية، قال اتجوز ولا قال زنى؟ زنى، يبقى خلاص ده مش ابنه. ولو زنى مسلم بذمية فأتت بولد، بولد يعني ايه، ذكر او انثى، يعني مولود، مش ولد ذكر يعني، يقصد بولد يعني بمولود سواء ذكر كان او انثى، فأتت بولد فهو كافر، هذا المولود يعني، تبعا لمين؟ لأمه. ولا يتبع المسلم، ليه؟ لأنه مقطوع النسب عنه، كما أفتى به الشهاب الرملي، كان يقولوا عليه الشافعي الصغير، الشاب الرملي كان يقال عليه الشافعي الصغير، وهو من علماء القرن العاشر الهجري، من علماء مصر الكبار. وكده المسلم يعتبر وقع في الاسم، ما هو آثم، احنا بنتكلم خلاص ده آثم يتوب بقى الى الله، انما المولود ده نعمل فيه ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي في المولود، مش بنتكلم على ان الزنا ده حرام ولا حلال. احنا مش المفروض المسلم يتعاقب؟ احنا مالناش دعوه برضه اتعاقب ولا ما تعاقبش، احنا بنتكلم في الولد ده نعمل فيه ايه؟ خلي مخك ايه مركز، احنا دلوقتي مش بقضيه هنعمل ايه في اللي زنى دي تخش في باب الحدود بقى، تذاكرها في باب الحدود، احنا بنتكلم دلوقتي في قضيه المولود ده يبقى كافر ولا مسلم، ينسب ليه ولا ما ينسبش ليه. فهمتني؟ بس هي دي القضيه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ما نخشش بقى في الجدع ده نقول قليل ادب يا مجرم ونأدبه، مش هي دي وقتها، دي وقتها التاني ده لما يروح يعترف عند القاضي انه زنى، او يجيب 4 شهود يشهدوا عليه علشان يقام عليه حد الزنا، دي شغلانه تانيه. فهمت؟ قضيه اخرى. لانه مقطوع النسب كما عنه كما افتى به الشهاب الرملي، خلافا لمين؟ لابن حزم ومن تبعه. ابن حزم قال لك يطلع مسلم، لان باي علقه احنا نخلي الاسلام يعلو ولا يعلى عليه؟ ابن حزم ما وافقوش باقي المذاهب. واضح؟ ابن حزم ده مذهبه ظاهري ولا يخرق الاجماع، يعني خلاف ابن حزم ما يخرقش الاجماع. واضح؟ يعني لما نقول اجمعه وراي ابن حزم مخالف نقول اجمعه برضه ما يخرقش الاجماع. ايوه. طيب ما الحكمه؟ في مثلا المفروض يبقى الاسلام حارس على اسلام المؤمن، ما هو احنا مش هنحكم باسلامه الا لما ينسب ليه، لما ينسب ليه، هو ما نسبش ليه. أصل إحنا دلوقتي من ضمن مقاصد الشريعة حفظ النسب، مش كده برضو؟ فلازم النسب ده بينبني عليه أحكام كتيرة، ينبني عليه رحم وينبني عليه إرث
وان بني عليه حل وحرمه في الزواج يبقى ليه عمه وليه خاله وليه اخت وليه موال كبير النسب ده، هينبني عليه احكام كتيره قوي، فما ينفعش اعملها الا على يقين. واحده زنت زنا، يعني رجل مسلم زنى بامراه ذميه، ايه اللي يضمنني انها زنت مع غيره ويطلع الولد ده ابن غيره وبعدين تتهمه فيه وبعدين اروح انا نسبه ليه واخلط في الانساب ولا بهدل الدنيا؟ واضح؟ فده للاحتياط. اما الواد ده يكبر بقى يختار دينه، احنا هنحكم بكفره دلوقتي، لكن هل نمنعه من دخول الاسلام لما يكبر ويفكر؟ مش هنمنعه، مرحبا تعال. واضح الكلام؟ لكن احنا بنحكم في تنشئته، يبقى مع امه وامه تاخده الكنيسه وتجيبه من الكنيسه ومالناش دعوه بيه. واضح؟ ويحكم باسلام من ذكر ايضا تبعا لسابيه المسلم ولو غير مكلف. الصوره الثانيه هنا مسبيه مسلم، مسبيه مسلم حملت بغير عقد، ما نعرفش مين ابوه، وهي مسبيه مين؟ مسلم. نحكم ان اللي بطنها ده اما ينزل يطلع مسلم. واضح؟ لانها مسبيه مسلم. ويحكم باسلام من ذكر ايضا تبعا لسابيه المسلم ولو غير مكلف ان لم يكن مع، ولو غير مكلف يعني ولو مجنون. لسبية مسلم ولو غير مكلف، ولو المسلم ده غير مكلف يعني مسلم مجنون ودي سبي عنده، وحملت من ماء ما نعرفش ماء مين فجابت عيل، نحكم بإسلامه ولو كان هذا المسلم اللي سبيها مجنون يعني غير مكلف. واضح؟ ولو غير مكلف إن لم يكن معه في السبي أحد أصوله وإلا لم يتبع السابي، لأن تبعية أحدهم أقوى. لو كان معه في السبي، سبية المسلم دي معها زوج مسبي برضه فحملت يتبع أصوله بقى. واضح؟ لكن لو معهاش أصل من أصوله يتبع المسلم. الصور دي مش موجودة احنا دلوقتي، لكن احنا بس بنتفهمها عشان تمرن العقلية الفقهية فقط، لكن لا صورة لها لأن موجودة. وإلا لم يتبع السابي لأن تبعية أحدهم أقوى، اللي هو مع أصل. ومعنى كون أحد أصولي معه كما في الروضة أن يكون في جيش واحد وغنيمة واحدة، وليس معنى ذلك أن يكون في ملك رجل واحد. يعني إحنا سبينا مجموعة من الناس فيهم ذكور وإناث فيهم زوجات وزوجتهم مع بعض غنيمة واحدة، مش شرط يبقى الاثنين الرجل ومراته دول جم تحت سبي رجل واحد مسلم، بس المهم في سبي واحد. فحملت هذه المرأة السبية، واخد بالك، وهي تحت إمرة رجل مسلم، وأحد أصولها كان في الغنيمة، أحد أصول هذا الصبي في الغنيمة، نحكم إنه تبعهم مش تبعهم. واضح؟ فلو كان السابي له كافر فهو كافر تبعا له، لأنه على دين سابيه كما قاله الماوردي وغيره. ولو سباه مسلم وكافر، طب افرض بقى ان الصبي ده بقى سبي عند مسلم وكافر مناصفة بينهما، يحكم بإسلامه تغليبا للإسلام. واضح؟ ولو سباه مسلم وكافر فهو مسلم تغليبا للإسلام. دخلنا في موضوع جديد، ولا يصح إسلام الصبي استقلالا، وإنما صح إسلام الصبي لوحده. ما ينفعش يقول لك أنا مسلم كده مستقل، لازم يكون تبعا لحد، إنه غير مكلف وغير أهل للاختيار. واضح؟ لكن لما يوصل لدرجة التمييز نبقى نقول. ولا يصح إسلام الصبي استقلالا، وإنما إحنا ليه بنصحح إسلام الصبيان في بلاد المسلمين؟ تبعا لأصولهم. واضح؟ وإنما صح إسلام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه في صغره، لأن الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة
أما قبلها فهي منوطة بالتمييز. وقيل صح إسلامه في صغره خصوصية له، وأنا مع هذا الرأي الضعيف، إن صح إسلام علي خصوصيا له بشهادة النبي له، وهذا يكفي. وقيل صح إسلامه في صغره خصوصية له، صح إسلامه في صغره خصوصية له، فإن كفر بعد كماله في تبعيته، بعد كماله في تبعيته لأحد أصوله أو للساب فمرتد. إحنا حكمنا بأنه مسلم تبعا للساب المسلم، كويس؟ طيب، أو أنه حكمنا بإسلامه تبعا لأصله المسلم، وبعدين بعد كده لما كبر كفر، نعتبره كافر أصلي ولا مرتد؟ مرتد، لأن في فرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد. المرتد كافر برضه بس مش أصلي، واضح؟ فإن كفر بعد كماله في تبعيته لأحد أصوله أو للساب فمرتد، بخلافه في تبعية الدار فإنه كافر أصلي، لأن حكمنا عليه بالإسلام، حكمنا عليه بالإسلام مبني على ظاهر الدار، يعني نسبة حكمه بالإسلام لشخص لأصل أو لإنسان أقوى من نسبة إسلامه للدار. فلو هو وجدناه في دار المسلمين ونشأناه على أنه مسلم، فلما كبر لقينا كافر، نقول ده كافر أصل، لأن إيه، تبعية الدار ضعيفة. لكن لو نشأناه على أنه مسلم تبعا لمسلم منسوب له، كويس، فلما كبر كفر، نعتبره مرتد. فهمت الفرق؟ لأن تبعيته لمسلم أقوى من تبعيته للدار. فإذا أعرب عن نفسه بالكفر تبين خلاف ما ظنناه، وهذا معنى قولهم تبعية الدار ضعيفة. نعم، إنما تمحض المسلمون في الدار، نعم، إن تمحض المسلم، إن تمحض المسلمون في الدار لم يقر على كفره قطعا، قاله الموردي. لم يقر على كفره قطعا عند الموردي، نعمل فيه ايه ده؟ لو كان متمحد في الدار واختار الكفر لما كبر، نوديه للقاضي يتوبه، يعني معناه لا يقر على كفر، معناه القاضي يتوبه ويشوف ليه هو بيختار كده، ايه الشبهة اللي نشأت عنده، ويبتدي يناقشه ويقعدوا إن شاء الله أسبوع واثنين وشهر يناقشوا، كويس؟ أدي معنى لا يقر. وأقره ابن الرفع، ابن الرفع قال خلاص سيبه، مش هو اللي اختار كده، خلاص ما يقلبش دماغه، سيبه هو كده، كويس؟ الموردي قال لا، لا يقر على كفري، نستتيبه، نعرض عليه الأمر. واعلم أن اللقيط، من حيث بقى خلصنا احنا الكلام في الدين، في الدين نيجي بقى في الحرية والرق. كان زمان في الجاهلية أي لقيط يلاقوه يبقى رقيق عبد، زي ما لقوا سيدنا يوسف في البئر عملوا فيه إيه؟ باعوا رقيق. لكن إحنا في الإسلام إيه، نشوف هل نحكم بحرية ولا برقه، دي مناقشة أخرى بقى. يبقى الأول خلصنا من مناقشة دينه، هنتكلم في مناقشة الحرية والرق. واعلم أن اللقيط حر، وإن ادعى رق، وإن ادعى رقه اللاقط أو غيره، يعني حتى لو اللي التقطه ده ادعى بعد فترة قال لا ده عبد، ده أنا شريه كذبا كده أو أي حاجة، ما نصدقوش، حر، كويس؟ لأن غالب الناس أحرار إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك، لازم يجيب بينة إنه ورثه أو اشتراه بعقد، ويبقى في ورقة مكتوبة أو شهود على عقد البيع. ما جابش البيانات دي يبقى حر، واضح؟ ليه؟ لأن المسلمين متشوفين للحرية، مش عايزين يحكموا برق إنسان بشبهة ضعيفة. إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك كإرث وشراء، كأن تشهد أنه رقيق لفلان ورثه من أبيه، يعني يجوا شهداء يشهدوا شهود
انه ده الولد ده رقيق لفلان، ده ورثه من ابوه اللي مات الاسبوع اللي فات مثلا، او انه اشتراه وكنا حاضرين عقد الشراء، ويحلفوا قدام القاضي والله العظيم اقول الحق، وهكذا. فلا يكفي مطلق الملك، لانه يمكن ان يعتمد الشاهد ظاهر اليد، يعني مش مجرد ان هو تحت ايده يبقى ملكه، واخد بالك؟ يعني مش مجرد ان هو في حيازته ومقعده في بيته يبقى ملكه، اسمه في اليد، ده ما يكفيش. فلا يكفي مطلق الملك، لانه لا يمكن ان يعتمد الشاهد ظاهر اليد، وفارق غيره كالدار والثوب، بخلاف الدار والثوب. الثوب اللي انت لابسه خلاص ملكك، طالما لابسه في حيازتك مش محتاج تجيب شهود ان ده ثوبي. انما الانسان لكرامته لازم يجيب شهود عشان يقول ده رقيق، واضح؟ بخلاف الدار والثوب. الشقه اللي انت قاعد فيها، طالما قاعد فيها وعفشك فيها ومراتك فيها وعيالك فيها، بقت ملك، او ملك او ايجار، المهم تبقى ايه انت حيزها، اليد. عشان كده القاضي يحكم باليد، بالحيازة. لكن في الرق والايه والحرية لازم بينة واضحة، ولو ما جابش بينة على الرق يبقى حر، لان الاصل انه حر، واضح؟ وفارق غيره، يعني فارق الانسان اللقيط في هذا الحكم غيره في التملك باليد كالدار والثوب، بأن أمر الرق خطر فأحتيط فيه، وبأن المال مملوك فلا تغير دعواه صفته وهي مملوكيته، بخلاف اللقيط فإنه حر ظاهرا، فدعوى ملكه تغير صفته، فلا تقبل إلا إن تقوت بإسنادها إلى السبب. لازم تقويها بإسنادها لسبب شراء أو إرث مع شهود، وإلا إن أقر بالرق بعد كماله لشخص. وإمتى برضو يشهد برقه؟ لو هو نفسه الطفل ده لما يكبر يعترف كده، يقول أنا رقيق عند فلان ويقر بذلك، وفلان ده يصدقه وما ينكرش. لأنه ممكن يقول أنا رقيق عند فلان، ويجي فلان ده يقول لا مش رقيق عندي ولا عقد، أنا كنت بربيه، واضح؟ لأن هو بيحبه مش عايز يسيبه مثلا أي حاجة، أو مبسوط في المعيشة دي ومش عايز يترك الدار دي ويسيبه ويمشي، فعايز يلزق فيه بأي سبب. فألم أعمل نفسي رقيق عنده وأعيش أنا، لأنه راجل حسن المعاملة وبيعملني كويس، عايز يلزق له. فهمت؟ ممكن بتحصل حاجات زي دي. وإلا إن أقر بالرق بعد كماله لشخص ولم يكذبه المقر له، واضح؟ بأن صدقه أو سكت، يعني إما يصدقه يقول له صادق، أو إنه يسكت ما يعترضش، والسكوت علامة الرضا، كويس؟ ولم يسبق منه قبل إقراره بالرق بعد كماله إقرار بحرية وبالشروط دي كلها، وما يكونش سبق انه اقر بحريته قبل اقراره بهذا ولو من سنوات، واضح؟ اما اذا كذبه المقر له، قال له لا ده مش رقيق ولا حاجة، ده انا كنت مربيه بس لوجه الله، ده حر، لا اشتريته ولا ورثته، خد بالك، فلا يقبل اقراره بالرق له، وان عاد المكذب وصدقه. طب افرض ان انا انكرت ان هو رقيق عندي، وبعد كده جاء الواد يتحايل عليا ويعيط لي وقال لي ارجوك روح للقاضي، قل له انا مش هستغنى عنك، صعب علي، رحت للقاضي غيرت اقراري، قلت له لا ده رقيق انا كنت ناسي، القاضي ياخد بالاقرار الاول لانه مع الحرية على طول، فهمت ازاي؟ واضح؟ وان عاد المكذب وصدقه على انه رقيق عنده، يعني لانه لما كذبه حكم بحريته بالاصل فلا يعود رقيقا، وكذا لو سبق منه قبل اقراره بالرق بعد كماله اقرار بحريه
لأنه لما حكم بحريته بإقراره السابق لم يقبل إقراره بالرق بعد ذلك. فهمت المسألة؟ يعني إحنا هنخليه حر بأدنى شبهة، بأدنى شبهة، لأن إحنا المسلمين مش عايزين الناس تبقى عبيد إلا لله بس. مذهب ديننا كده، ديننا يحب إيه؟ يحب متشوف للحرية. أيوه. قبل الإسلام يعني كان التقطه قبل الإسلام، خلاص حكمه زي ما هو. لما يدخل في لما دخلوا في الإسلام بعد كده، هو دخل في الإسلام وهو إيه؟ رقيق، يفضل أصلا على رق. واضح؟ يبقى هكذا صار الشرع عندهم أم في قصة؟ لا، دي كانت عادة، ما كانش عندهم شرع. الجاهلية ما كانش عندهم شرع، دي عادات توارثوه، ما كانش عندهم شرع. يبقى سيدنا يوسف ليس رق. سيدنا يوسف، سيدنا يوسف في حكم اللي التقده عبد، وفي حكم الشرع حر، مش كده برضو؟ بس وبعدين احنا ما نعرفش احكام شريعة سيدنا يوسف، ما نعرفهاش. احنا نعرفها؟ ما نعرفهاش. احنا بنتكلم على احكام المسلمين دلوقتي. لكن احنا سيدنا يوسف لما ضرب عليه الرق، ليه؟ لان التقطه وهو صبي في من البئر، وباعه في سوق الرقيق، فضرب عليه الرق بهذه الطريقة. فصل في أحكام الوديعة، دي نخليها المرة الجاية بقى علشان إيه نقعد فيها قاعدة. هي أحكام الوديعة دي هناخدها في جلستين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك ندخل في إيه؟ في أبواب الفرائض، كتاب الفرائض اللي هو المواريث، إن شاء الله يوم الاثنين القادم. إحنا النهاردة هنخلص بدري شوية عشان الانتخابات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا. خدت بصل النهارده؟ كويس. لو بصل دوت بصل بصل. كويسين. انا كنت ناوي انتخب الوسط. ليه؟ لان انا مطمئن.